مشاهدينا، ينضم معنا الآن عضو ائتلاف الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الربيعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. إذا محاربة الفساد من أولويات البرنامج الحكومي، كيف ترى الجهود التي بذلت بهذا الملف؟ ذات التحية طيبة لكم والجمهور الكريم. حقيقة جهود مكافحة الفساد خلال العامين الأخيرة هي مؤثرة جدا وتعادل 10 أضعاف عمل السنوات السابقة. على سبيل المثال في قضية استرداد الأموال، على سبيل المثال، هذه الدائرة تأسست في هيئة النزاهة عام 2012 واستمرت بالعمل حتى الآن. في عامين حتى عام 2022 هي لم تسترد سوى 7 أشخاص، لكن خلال هذه العامين قامت باسترداد 29 شخص وكذلك استرداد أموال أرقام مخيفة، يعني تعادل 10 أضعاف الأرقام اللي استردت سابقا. وأيضا البادرة الخطيرة اللي هي يعتبرها الفاسدين خطر عليهم، أنه هذه الدائرة خلال اتفاقات التعاون اللي أبرمتها هيئة النزاهة مؤخرا واستثمارها لعضويتها في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وكذلك رأستها هيئة النزاهة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قامت ببذل جهود من أجل حث البلدان التي تتواجد فيها المطلوبين، وقامت باعتقال ما يقارب 43 شخص. الآن هم قيد الاعتقال في عدة بلدان، منها عربية وبلدان أجنبية هم مطلوب استردادهم. بالتالي هذه الجهود وجهت جميع الأنظار على هيئة النزاهة لأن عمل غير مسبوق، بالتالي هذه الجهود تمثل خطر على شبكات الفساد. طيب أستاذ محمد، ماذا بشأن يعني التنسيق مع الانتربول؟ حقيقة بالتأكيد أنه هذه الملفات نحن لدينا بالعراق لاسترداد المتهمين طريقين، عندنا صندوق استرداد الأموال النظام السابق وعندنا دائرة الاسترداد. جميع هذه الأمور مشكلة فيها لجان، فيها ممثل عن الانتربول، رئيس دائرة الانتربول هو عضو في هذه اللجان، بالتالي من ينجز الملف هو الجهات القضائية، وزارة العدل، الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة، وأيضا الانتربول هو يساهم بنشر بإعطاء أنه إضافة للنشرات الحمراء واتخاذ هذه الإجراءات، وأيضا يعمل على الاسترداد بجهود حثيثة. لكن اتفاقيات التعاون التي أبرمت مع هذه البلدان وتلزم هذه البلدان بالالتزام بهذه الاتفاقات التعاون لأنها أعضاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بالتالي هناك أمم متحدة هي مظلة وهناك تقييم لالتزام هذه البلدان. يعني مثلا العراق عندما بلد لا يلتزم والعراق فعلها. على فكرة كان في مؤتمر دول الأطراف اللي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2023، عقد مدير الاسترداد ورشة عمل وأعلن أسماء البلدان التي لا تتعاون مع العراق وطلب الدول أنه لحثها على التعاون. كان مؤتمر أستاذ محمد، يعني لم يحن الوقت لغلق ملف الأمانات الضريبية، لازلنا نتحدث عن متهم هارب، عن التحقيق لم يكتمل بكل أبعاده، نأتي نتحدث عن تريليون جديد، عن سرقة الأمانات الجمركية، تحرير 114 صك ولا بد أن يعاقب أو يحكم ب 114 حكم مثل ما تحدث رئيس هيئة النزاهة. هل نحن الآن أمام ملف جديد لم يكشف بعد، ملف معقد لربما نتحدث عن الصكوك وعن المبلغ؟ بداية حقيقة أنه ملف الأمانات لدينا 3 أنواع من الأمانات، اللي هي الأمانات الضريبية والأمانات الجمركية وأمانات المقاولين. بسبب انعدام الشفافية وعدم اتباع الشفافية، وليس لدينا حتى قانون للحق الحصول على المعلومة لنشر البيانات، وعدم التزام المؤسسات الحكومية بقانون الإدارة المالية الفصل 10 اللي هو نص على الشفافية ويلزم مؤسسات الدولة بنشر البيانات، بسبب هذا أنه لم يتم نشر المعلومات. وحتى الآن مثلا رغم التحقيقات والموضوع مر عليه تقريبا ما يقارب العامين، لم تكشف وزارة النفط المعنية بالأمانات الضريبية لشركات جولات التراخيص اللي هي نهبت من قبل المتهم نور زهير وأطراف أخرى مع أكثر من 40 متهم. لم يتم الإعلان عن المبلغ الحقيقي، لذلك بقت هي جريمة مستمرة، لأن أي شخص تدخل هذه الأموال في حسابه أو يقوم على سبيل المثال مثل ما فعل نور أنه وضع عقارات بأسماء أشخاص آخرين، بالتالي هذه تأتي جريمة تابعة أو شكراً. جريمة غسل الأموال. شكرا جزيلا عضو ائتلاف الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الربيعي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.